معنا من أبو ظبي الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور السيد محمد علي الحسيني. أهلا بك دكتور الحسيني. أسألك أولا عن حدود وسقف الحوار الذي سيطلقه البابا فرانسيس بقدومه للإمارات واختياره أبو ظبي كمحطة أولى للجزيرة العربية. نعم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة اختيار قداسة البابا على رأس الكنيسة المسيحية لدولة الإمارات العربية لم يأتي جزافا، إنما إن دل على شيء يدل على مدى أهمية هذه الدولة التي استطاعت أن تكون بعالميتها بثقافة التسامح والمحبة وإعطاء رسالة السلام للجميع. فيعيش على أرض الإمارات أكثر من 200 جنسية في وئام وسلام مع اختلاف أديانهم ومذاهبهم وألوانهم، وبالتالي يمكن لنا أن نقول بأن دولة الإمارات العربية استطاعت أن تنجح بإعطاء الثقة العالمية بأنها على استعداد أن تكون مكان للقاء الأديان بل للقاء كل إنسان. وبالتالي مجيء قداسة البابا في هذا اليوم تحديدا إنما يدل على نجاح دولة الإمارات في سياستها، في ثقافتها، في إنسانيتها. وهنا أؤكد بأن زرع المرحوم المغفور له الشيخ زايد قد أنبت واليوم قطافه. كل ما نراه اليوم هو من خلال حسناته، من خلال توجيهاته، من خلال أقواله وأفعاله، فهو من زرع هذه البذرة الطيبة. نعم. وأكمل بذلك أولاده وشعبه وكل من هو. ولذلك أؤكد بأن زيارة قداسة البابا اليوم لهذه الدولة الكريمة هي نجاح باهر، ويؤكد بأن لها مقام ومكانة عالمية باتجاه السلام والإنسانية. نعم. طيب دكتور الحسيني، إذا انطلقت بك أيضا إلى موضوع حوار الأديان، هذا الحوار الذي سيمتد على مدى هذه الأيام، إلى أي مدى ترى بأن هذا الحوار سيزيل الخلافات بين الأديان إن كانت أديان سماوية أو أخرى؟ إلى أي مدى هذا الخلاف الواقع بين المسلمين وأهل الكتاب إن كانوا نصارى أو يهود يمكن أن يخفف أو يلغى بفضل هذا الحوار؟ سيدة الفضيلة، اسمح لي أن أصحح بعض الشيء. تفضل. إن هذا المؤتمر ليس هو مؤتمر الأديان، إنما هو المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، فهو تعدى المسألة الدينية سواء كان الدينية الوضعية أو الدينية الكتابية السماوية. فاليوم نحن نجتمع سواء كنا كمسلمين أو كمسيحيين أو كيهود أو كبوذيين أو باقي أتباع الديانات الأخرى، نجتمع تحت مظلة الإنسانية، فكلنا من آدم وآدم من تراب. فبغض النظر عن التبعيات وعن المعتقدات والأمور الأخرى، فنحن توجهنا اليوم من بعد حلف الفضيل، توجهنا اليوم وخاصة أن نحن في عام التسامح الذي انطلق من دولة الإمارات، لنقول بأننا نحن نقبل كل إنسان بغض النظر عن معتقداته ودينه ومذهبه وكل ما يراه. طيب دكتور حسيني، ونقبله على ما هو، وهذا هو قرار التسامح. هذا أكيد كهدف لكم. اسمحي لي، اللقاء اليوم هو لقاء أخوة. نحن كلنا من آدم ومن حواء. طيب. يمكن أن نتسامح وأن نجتمع كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم من شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن نلتقي اليوم ونجتمع على الإنسانية، نعمق. نعم. الحوار حسيني. نعزز قيم طيب التسامح. سيدي حسيني نلتقي آخر. على المحبة وعلى السلام في أرض السلام. نعم. كيف يمكن نشر هذه الثقافة في العالم؟ لأنه شئنا أم أبينا هناك من لا يؤمن بفكرة التسامح يعني بين يعني الإنسان المسلم ويعني إن كان من ديانات أخرى. كيف يمكن نشر هذه الثقافة لتصبح يعني ثقافة يومية؟ نعم. أنا أود أن أقول نعم، أود أقول أولا بأن رسالة الأديان واحدة، ما فيه عمارة الأرض
ما فيه خير للبشرية والإنسان، فلا يمكن أن نفصل سواء كانت الرسالة المسوية أي اليهودية أو المسيحية أو الإسلامية. جميع الرسالات السماوية منبعها واحد وهو الله عز وجل، تصب في صالح الإنسان. فالله هو المحبة، والذي يدعو هو إلى قبول الآخر باعتبار لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. وهذا هو المنطق الصحيح الذي نجتمع ونحاور ونمكن التواصل مع باقي الأديان. فهذا هو الخطاب الصحيح، بعكس الخطاب السقيم الذي يتبناه بعض من ينتمي إلى الإسلام السياسي مثلا، فهو ينتمي إلى خطاب تحريضي، خطاب الكراهة، وهو لا يستطيع أن يتقبل الآخر بل يعمل على إقصاء الآخر. ونحن هنا في هذا المؤتمر في هذا البلد الطيب لنقول بوجود إمام المسلمين، وأقصد الشيخ الطيب شيخ الأزهر كمرجعية لكل مسلم، ووجود رأس الكنيسة المسيحية البابا، لنقول أن هذا هو الخطاب الرسمي الديني الذي يرفع لواء السلام والمحبة والتسامح بين الأديان. وغير هذا الخطاب لا يعنينا ولا يمت إلينا بصلة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفشوا السلام بينك، وقال بشروا ووسعوا وأيضا يسروا ولا تعسروا. فنحن نبشر ولا ننفر، وعلى هذا المنطق ستكون رسالة هذا المؤتمر وزيارة البابا والاجتماع الكبير من أرض الخير، من أرض زايد الخير، هي كلمة الفصل والمرجعية الأساس، ورسالة لكل إرهابي ومتطرف ولكل متعصب أنك لا تمثل الأديان، إنما تمثل تنظيمك أو نفسك أو الحركة التي تنتمي إليها. فنحن المرجع الأصيل، والأصالة هي التسامح والحب والسلام لبني الإنسان. شكرا جزيلا لك الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور السيد محمد علي الحسيني. أهلا وسهلا.